سعيد بهذا التكريم، خصوصا انه جاي من الجمعيه ديال الصحفيين المغاربه. اليوم الصحافه تثبت انها الدور ديالها ماشي هو غير نقل الخبر ولا الانتقاد، ولكن اليوم هي حتى هي كذلك طرف في التتويجات، تحتفل بالابطال. وصراحه دائما الصحفيين هذا التتويج هذا بالنسبه لي عنده طعم خاص، وغيكون في نفس الوقت تحفيز لتقديم الافضل. ولفتوا علينا اننا حنا المنتخب الوطني لكره القدم داخل القاعه دائما تيكون في البوديوم المتوجين، ولكن ان شاء الله حنا تنوعدكم اننا غنزيدوا نعملوا باش نبقاو في القمه، وكاع ان شاء الله نكونوا مع الفرق الاوائل عالميا في اللعبه. تنشكركم على هذه المتابعه وعلى هذا الاحتفاء، وانا تنتقاسم الجامعه تنتقاسم يعني هذه الجائزه مع الجامعه، لانها هي وفرت لنا ظروف كثيره وجميع اللاعبين وافراد الطاقم. بفضل الله سبحانه وتعالى الجمهور المغربي هو جمهور تيتبع الالقاب، تيتبع النتائج. صراحه كانت مغموره شويه، لكن ملي ولاو تيشوفوا منتخب وطني تيرفع العالم الوطني في جميع المحافل الدوليه، شفناه في كاس العالم، ثم في كاس العرب السابقه، كاس القارات، كاس افريقيا. فالجمهور طواق لهذه اللعبه هذه، وهي جزء لا يتجزأ من كره القدم، فيها فرجه، فيها اهداف، فيها يعني نديه. فلذلك تنظن النتائج ديال المنتخب الوطني هو اللي استقطب الجمهور وكذلك الصحفيين. وكما قلت لك حنا تنوعدكم اننا ان شاء الله غنبقاو في هذه القمه هذه باذن الله.